لا عادي، انا كنت زايده في التصوير اللي فات بتاع 8 كيلو، كنت باخد كورتيزون، كنت عيانه بس شو بتعمل؟ عادي. انه ما طول عمري تخينه يعني، فرقت شوكليت عشان ابقى هايبر. الله، ده انا اموت في ابوس الناس واحد واحد. انه لا، هاكل كل حاجه يعني، لو عامله مكرونه، لو عامله حمام، لو عامله محشي ورز، ياي جدعه. بلاش انا صحيه، معقول قالكوا اسالوا سليم الاسئله؟ وصفه صحيه، كل اللي بتحبوه يا حبايبي، بس بورشنز او كميات قليله. لو النبي بتنفس اتنفس اتخن، ما بلحقش اتخن. بعمل كده بس، تريدميل، رقص، مش عارف ايه، لكن رياضه رياضه وكده لا، مش يوميا طبعا، باين ان انا كدابه. ها. يا كسوفي يا كسوفي. لا يعني وقت ما ابقى فاضيه ان شاء الله، لو ربنا خلانا فاضيين. ميرسي. جت في جسمي ما جتش في وشي، يا قليل الذوق. لا ايه ده، سوائل او خضار او ميه؟ بس انا مش بحب الخضار، بس طالما فيها اكل خضار. يعني اقفل بقك يعني، بضطر اعمل دايت. تونه بضطر اكلها بالعافيه عشان ما تخنش. لا، حبوب التنحيف السريعه، صريحه جدا. مش هكذب، لا اكذب ولكني اتجمل، ما قدرتش.